علامة الآن معظم الشباب أو معظم الآباء يعانون من عقوق أبنائهم، هذه الظاهرة لم تكن في زمن النبي، دققوا على هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات يوم القيامة، يقول إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه، حديث علمي ينبئنا بواقعنا. أنا يكفي أن أقول لك اذهب بين الشباب وانظر كيف أن النسبة كبيرة من هؤلاء الشباب في حالة جفاء مع آبائهم وبر لأصدقائهم، تجده يفرح عندما يرى صديقه ويكتئب عندما يرى أباه، سبحان الله. طيب من أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أعلمه؟ أنا أريد أن أسأل الملحدين الذين يروجون للإلحاد، كيف علم بأن هذه الظاهرة ستنتشر؟ في الماضي كانوا يفتخرون بكثرة الأبناء، عقوق الوالدين كان أمرا نادرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، معروف في زمن الجاهلية كان الرجل يعني يقول لابنه طلق زوجتك، يطلقها على الفور، يعني كان هناك طاعة، حتى في زمن الجاهلية كان هناك طاعة للأبوين، كان هناك احترام وتوقير وتقدير للأبوين، وكان من المعيب في ذلك الزمن أن يأتي الرجل فيطيع زوجته على حساب أمه، هذه كانت إهانة للعربي الأصيل حتى في زمن الجاهلية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة، في تلك البيئة، يتنبأ أنه سيأتي يوم تكثر فيه ظاهرة عقوق الوالدين وظاهرة عقوق الرجل لأمه وأن يطيع زوجته. اليوم القرار حقيقة القرار في معظم البيوت للمرأة وليس للرجل. طب هذه الظاهرة كيف تنبأ بها حبيبكم عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا تقوم، يعني بمعنى أنه عندما تحدث عن علامات الساعة، الحديث طويل أيها الأحبة، قال من علامات الساعة إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع إلا أن أقول والله إنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى. انظروا إلى المشاكل في المحاكم، معظم المشاكل بين الأزواج اليوم تجد أن المشكلة تدخل فيها موضوع الأم والأب، لأنه يطيع زوجته على حساب أبويه. طيب هذه الأم حملتك 9 أشهر وتعبت في تربيتك وتفديك بروحها وبنفسها وتخاف عليك حتى كبرت، طيب على الأقل رد لها ولو جزء من هذا المعروف، يعني ترد لها هذا بدلا من أن تطيعها تعقها وتغضبها. هنا أيها الأحبة هذه الظاهرة لم تكن معلومة، ولكن عندما نراها اليوم تنتشر وهي بانتشار أكثر، يعني نعلم أن الساعة أصبحت قريبة جدا أيها الأحبة.